استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الأربعاء رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية فقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الجزائرية السعودية وآفاق تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة والجهود المبذولة لضمان التأطير القانوني والمؤسساتي للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن تأكيد دور ومكانة الدبلوماسية البرلمانية التي تعد رافدا هاما من روافد توطيد الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين، يضيف البيان ذاته.